حق مشبوس اللحم سلقت اللحم في بهارات عدلة ومعاها يعني مسمار وهيل ودارسين وهالأشياء هذه، ومعاها راس بصلة. الحين نشوف الوصفة. هذا اللحم بعد ما سلقناه راح نحط عليه ماي الورد والزعفران ودارسين وهيل. هذا ماي الورد والزعفران، وندخله طبعا الفرن. هذه هي الطريقة حق المكبوس، ان نفوحه بالبهارات الصحيحة وبعدها نحط عليه، نحطه بصينية الفرن ماي الورد والزعفران، نرش عليه دارسين وهيل بودر. ها كاهم دارسين وهيل بودر شوية، طبعا ما نكود وايد. حق الحشو المشبوس طبعا لازم النخي اللي هو هذا الحمص نسلقه، وعندنا الكشمش اللي هو الزبيب بعد منقعينه بماي. دقوسنا وطريقته موجودة عندكم على الهاشتاج. شوية بحط عليه زيت عشان يطري اللحم، زيت نباتي العادي، وندخل الفرن يتحمش. طبعا ماي السلق هو اللي راح استخدمه حق العيش. عندنا مشبوس اللحم اسهل وايد من مشبوس الدياي، لسبب هذاك نحشي بطنه وكذي، يعني احنا لنا طقوس فيه، لكن مشبوس اللحم ماكو. تسلقون اللحم وتحطون عليها البهارات والعدش الفرن والماي، تكبون عليه العيش وخلصنا. الحين طبعا دخلنا اللحم الفرن بنسوي الحشو. قاعد نحمس بصل نكرمله بروحه من غير زيت من غير شيء، وقلنا هذا النخي اللي سلقناه، وهذا الكشمش، عندي بهار مشكل، وعندي فلفل اسود ولومي اسود. هذه المكونات اللي هي حق الحشو. كل شوي اضيف ماي عشان يتكرمل البصل ويصير كله لون واحد. هاي كل شوي نضيف ماي ونرد. ايوه شوفوا هذا اللون المستحب، عقب ما يتكرمل احط باقي المكونات اللي هي النخي والكشمش واللومي الاسود، البودر والفلفل الاسود والبهار المشكل. شوفوا بعد ارد احط ماي شويه، دائما نقول الطبخ يبي له شوي صبر. تبغوا مكبوس يطلع خنين لازم انكم تتبعون الخطوات الصحيحه. شوفوا بعد ما وصل هذا اللون الحين نضيف الفلفل الاسود، مثل ما قلت لكم حق الحشو فلفل اسود، لومي بودره، ليمون اسود بودره. اوكي شوي بهار مشكل، يمكن شكفيش شكفيش شي وسط، وطبعا نحمسه وبعدين نضيف للكشمش والنخي. هذا هو حشو المشبوس. هذا اللي هو النخي موجود بالجمعيات تلاقونه من صوب البقول، بس لازم تسلقونه طبعا، والكشمش لا النقعه بس. خلصت كذي الحشو المشبوس، هذا الحين خليه على كتر ونسوي العيش. الإضافة الأخيرة شوية سمنة. في نفس الجدر شلنا الحشو حطينا زيت، راح نحط شوي بصل حق العيش، يعني نطاع كله بالجدر، ايش حق بعد نحط جدر ثاني. بعد ما حمست البصلة اوكي ضفت ماي سلق اللحم، الحين بس انطره يغلي ونحط فيه العيش اللي احنا منقعينه من قبل. يلا الحين كذي نحط العيش، هاي حوالي 8 أكواب تقريبا. اوكي اول شيء طبعا النار عادية، وبعدين نقصر عليه، نحط حديدة تحت الجدر عشان يستوي على الراحة. لما العيش يخلص بسوي حمسة فقع احطها على المكبوس من فوق، ما بي معاه، لا خليته كذي. طلعنا تشيسين من الفروزن وسلقناه، والحين حطيته بمشخال بسوي الحشو مع المكبوس. اشوفوا ما شاء الله طعم العيش. الحين بهالمرحلة نقصر عليه نهائي. حق الفقع احنا ما نغير، حمسة بصل نحط عليها الفقع اوكي، عقب ما طبعا تكرمل البصل نحط عليها الفقع، ملح فلفل اسود فقط لا غير، ما نحط اي شيء علاته بطعم الفقع،
ليش انا قاعده اضيف اعشاب وما ادري شنو وشي؟ لا بس هذا هو. راح نخلي الحين الحشو على كتر العيش فوق العيش، وجز طبعا نحط اللحم والفقع. ان شاء الله طال اللحم شلون متحمش حلاته. نحط على طرف هني، بس احنا على كتر بس واحد نحط الزعفران والماي الورد. الحين هذا الفقع طبعا يكون على كتر مثل ما قلت لكم، بصل زيت وبصل والفقع اللي سلقناه، ملح فلفل اسود بس. تدري في ناس يحطونه في بطن المشبوس هذا، لا بس احنا هذه طريقتنا، اسوي بروحه بعدين اذا نشبت المشبوس حطيته من فوق مع الحشو. بس شوية ملح وفلفل اسود، الله يا علينا طاعة. كنا لان فرزناه صح، كنا تو جايبينه من البر، قاعد عندكم سنة. طريقة موجودة عندكم بالهاشتاج تنظيف الفقع وتفرزنة. الحين اللقطة الحاسمة، نشيل طبعا اللحم نحطه بصينية ثانية والحشو، وبعدين ننشب العيش ونحط فوق الفقع ونرجع اللحم والحشو. شوفوا العيش طبعا اللي فيه الزعفران خليناه عشان فوق، وهذا الحشو واللحم، وننشب هني صحن التقديم العيش.